أوقفوا القتل، نريد أن نبني وطنا لكل السوريين. لم تكن المحامية ريما الدالي تعرف أن لافتتها هذه والتي حملتها أمام مبنى مجلس الشعب لدقائق ستصبح عنوان حملة جديدة للنضال اللاعنفي، كما قالت بعد خروجها من السجن. ذات الرداء الأحمر كما أصبحت تعرف كانت البداية فقط، فما لبثت الاعتصامات باللافتات الحمراء والخط الأبيض العريض أن انتشرت في مناطق دمشقية عدة كالشعلان والبراميكا ومجمع الشمس سيتي سنتر في كفر سوسة، قبل أن تخرج من دمشق إلى ريفها لتصل إلى جامعة حلب التي أضافت إليها لافتة كتب عليها: من يعتقل حامل لافتة أوقف القتل لابد أن يكون هو القاتل نفسه. وهنا في السويداء حط الاعتصام الصامت في ساحة تشرين، وكان نسائيا كما بدأ. رشا شاركت بأحد هذه الاعتصامات وفضلت إخفاء وجهها تجنبا للاعتقال الذي جربته. اليوم اللي شفت فيه ريما طلعت ومسكت لافتة وقفت بالشارع، يعني عملت تماما مثل مبدأ الفتاش. الرسالة اللي كانت حاملتها ريما فجمعت عالم كتير، وفي كتير مؤيدين بفترة انطلاق الحملة أخذوا هاي الجملة. هذا الأثر التوحيدي للمعنى هو أحد أساليب النشطاء لجذب الصامتين. المدنية تحاول التواصل مع المتفرجين وتلتمس الأعذار للصامتين وتحاول التعامل معها، فلا تضعهم بنفس الخانة مع النظام ومؤيديه. ومن أجل تحقيق الهدف ذاته تشكل مؤخراً ائتلاف شباب التغيير السلمي في سوريا من مجموعة من النشطاء والناشطات الذين يسعون لدفع الانتفاضة قدماً. الشكل العنفي أدى إلى استقصاء في الأزمة وما أعطانا أي طريق للحل. فيما يتعلق بأهمية العمل السلمي، أعتقد بأنه الوحيد القادر على تحقيق طموحات الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والكرامة. هذه المجموعات السلمية ليست جديدة على الانتفاضة السورية، فقد بدأت معها قبل أكثر من عام، واستمرت المجموعات بالعمل رغم انحسار دورها لصالح التسلح وضعف التغطية الإعلامية التي تحظى بها مقارنة بأعمال العنف. توزيع ورود مع مناشير صغيرة تدعو لوقف القتل قرب شارع الحمراء وسط دمشق كان آخر نشاطاتها. لم يعلو صوت ريما وصديقاتها فوق صوت المعركة، هذا ما يثبته عداد القتل الذي لم يتوقف، لكنها جددت الحياة في حراك سلمي يبدو أنه يترنح بين الحل العسكري ورد الفعل المسلح عليه. هنا حمص في آذار مارس الماضي، صور وهتافات تبدو اليوم أشبه بالحلم، يقول النشطاء الذين لم ييأسوا من تحقيقه بعد. زينار حيم، بي بي سي.